بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي، تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معكم السيد علي عبد المجيد محمد، معلم اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، محافظة البحيرة، إدارة التحرير التعليمية، مدرسة بدء الرسمية للغات. سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط. ماذا نتعلم في هذا الدرس؟ سنتحدث في هذا الدرس عن أولاً طبيعة الإسكندرية الساحرة، ثانياً معالم سياحية بالإسكندرية، ثالثاً المساجد والكنائس الأثرية، رابعاً المفردات الجديدة. نذهب إلى الفقرة الأولى، نقرأ معاً الفقرة قراءة صحيحة. قال بكار: قرأت أمس عن مدينة عريقة بها معالم آثارية وتاريخية فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية، بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة، حيث يتعانق التاريخ والطبيعة كي يرسما معا لوحة رائعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. نقرأ معا الفقرة مرة ثانية فنقول: قال بكار: قرأت أمس عن مدينة عريقة بها معالم آثارية وتاريخية فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية، بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة، حيث يتعانق التاريخ والطبيعة كي يرسما معا لوحة رائعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. نذهب إلى المفردات حتى نعلم الكلمة ومعناها. ننظر إلى هذه الكلمات التي أخذت اللون الأحمر، وهي كلمة عريقة، وكلمة يتعانق، وكلمة رائعة. كلمة عريقة بمعنى أصيلة، وكلمة يتعانق بمعنى ينضم، وكلمة رائعة بمعنى جميلة. ثم نذهب إلى الكلمة ومضادها. نريد أن نعرف مضاد كلمة قال، ومضاد كلمة أمس، ومضاد كلمة يتعانق، ومضاد كلمة رائعة. قال مضادها صمت، أمس مضادها اليوم، يتعانق مضادها يفترق، رائعة مضادها قبيحة. ثم نذهب إلى المفرد وجمعه. نريد أن نعرف جمع كلمة مدينة، وجمع كلمة التاريخ، وجمع كلمة البحر. جمع كلمة مدينة مدن، وجمع كلمة التاريخ التواريخ، وجمع كلمة البحر البحار. ثم نذهب إلى المناقشة، وقبل أن نجيب على الأسئلة لابد أن نقرأ الفقرة قراءة صحيحة فنقول: قال بكار: قرأت أمس عن مدينة عريقة بها معالم آثارية وتاريخية فرعونية ويونانية
ورومانية وقبطية وإسلامية، بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة، حيث يتعانق التاريخ والطبيعة كي يرسما معا لوحة رائعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. نذهب إلى السؤال الأول، وهو: ماذا قرأ بكار؟ ومتى كانت هذه القراءة؟ الإجابة: قرأ بكار عن مدينة عريقة بها معالم آثارية وتاريخية، قرأ عنها متى؟ قرأ عنها أمس. ثم نذهب إلى السؤال الثاني، وهو: ضع عنوانا مناسبا لهذه الفقرة. العنوان المناسب لهذه الفقرة هو: المعالم السياحية في الإسكندرية. ثم نذهب إلى الفقرة الثانية، نقرأ معا هذه الفقرة فنقول: هل تعرف هذه المدينة يا بساط الريح؟ بساط الريح، نعم نعم أنا أعرفها يا بكار، هيا نذهب إليها، إنها الإسكندرية. نقرأ الفقرة مرة ثانية، نقول: هل تعرف هذه المدينة يا بساط الريح؟ بساط الريح، نعم نعم أنا أعرفها يا بكار، هيا نذهب إليها، إنها الإسكندرية. الكلمة ومعناها: نريد أن نعرف معنى كلمة تعرف ومعنى كلمة هيا. معنى كلمة تعرف أي تعلم، ومعنى كلمة هيا أي تعالى. ثم نذهب إلى الكلمة ومضادها، نريد أن نعرف مضاد كلمة تعرف ومضاد كلمة نذهب. مضاد كلمة تعرف تجهل، ومضاد كلمة نذهب نعود. ثم نذهب إلى المفرد وجمعه، نريد أن نعرف جمع كلمة بساط وجمع كلمة الريح. جمع كلمة بساط وسط، وجمع كلمة الريح الرياح. ثم نذهب إلى المناقشة، وكما تعودنا أبناء الأعزاء، علينا قبل أن نجيب على الأسئلة علينا أن نقرأ الفقرة قراءة صحيحة. فهيا بنا نقرأ هذه الفقرة: هل تعرف هذه المدينة يا بساط الريح؟ بساط الريح، نعم نعم أنا أعرفها يا بكار، هيا نذهب إليها، إنها الإسكندرية. نذهب إلى السؤال الأول، وهو: ما السؤال الذي سأله بكار لبساط الريح؟ الإجابة: السؤال هو: هل تعرف هذه المدينة يا بساط الريح؟ السؤال: ما السؤال الذي سأله بكار لبساط الريح؟ الإجابة: هل تعرف هذه المدينة يا بساط الريح؟ ثم نذهب إلى السؤال الثاني، وهو: بما أجاب بساط الريح على سؤال بكار؟ الإجابة: نعم أنا أعرفها يا بكار. السؤال: بما أجاب بساط الريح على سؤال بكار؟ الإجابة: نعم نعم أنا أعرفها يا بكار. ثم نذهب إلى السؤال الثالث، وهو: استخرج من الفقرة أسلوب استفهام.
الإجابة: هل تعرف هذه المدينة يا بساط الريح؟ استخرج من الفقرة أسلوب استفهام. الإجابة: هل تعرف هذه المدينة يا بساط الريح؟ ثم نذهب إلى السؤال الرابع، وهو: استخرج من الفقرة أسلوب نداء. الإجابة: يا بساط الريح. استخرج من الفقرة أسلوب نداء. الإجابة: يا بساط الريح. ثم نذهب أبنائي إلى الفقرة الثالثة. نقرأ معا هذه الفقرة: طار بساط الريح وبقار جالس فوقه، فرأى من بعيد البحر الأبيض المتوسط، ورأى قلعة قايتباي والمتحف الروماني والمسرح الروماني وعمود السواري ومكتبة الأسكندرية. نقرأ الفقرة مرة ثانية فنقول: طار بساط الريح وبكار جالس فوقه، فرأى من بعيد البحر الأبيض المتوسط، قلعة قايتباي، المتحف الروماني وعمود السواري ومكتبة والمسرح الروماني وعمود السواري ومكتبة الأسكندرية. هذه الصور التي أمامكم أبنائي هي صور المعالم السياحية التي توجد في الأسكندرية، وهذه الصورة هي صورة مكتبة الأسكندرية. ثم نذهب إلى المفردات حتى نعلم معنى كلمة رأى ومعنى كلمة قلعة. رأى بمعنى شاهد، وقلعة بمعنى حصن أو بناء مرتفع. ثم نذهب إلى الكلمة ومضادها. نريد أن نعرف مضاد كلمة جالس، ومضاد كلمة بعيد، ومضاد كلمة الأبيض. مضاد كلمة جالس واقف، ومضاد كلمة بعيد قريب، ومضاد كلمة الأبيض الأسود. ثم نذهب إلى المفرد وجمعه. نريد أن نعرف جمع كلمة المتحف، وجمع كلمة عمود، وجمع كلمة مكتبة. المتحف جمعها المتاحف، والعمود جمعها الأعمدة، ومكتبة جمعها مكتبات. ثم نذهب إلى المناقشة، وكما تعودنا قبل طرح الأسئلة وقبل الإجابة على الأسئلة لا بد أن نقرأ الفقرة قراءة صحيحة. نقول: طار بساط الريح وبكار جالس فوقه، فرأى من بعيد البحر الأبيض المتوسط، قلعة قايتباي، المتحف الروماني والمسرح الروماني وعمود السواري ومكتبة الأسكندرية. نذهب إلى السؤال الأول، وهو: ماذا رأى بكار عندما ذهب إلى الأسكندرية؟ السؤال: ماذا رأى بكار عندما ذهب إلى الأسكندرية؟ الإجابة: رأى بكار أولاً البحر الأبيض المتوسط، قلعة قايتباي، المتحف الروماني، المسرح الروماني، عمود السواري، مكتبة الأسكندرية. ثم نذهب إلى الفقرة الرابعة،
نقرأ معا هذه الفقرة فنقول: بكار، ما هذا يا بساط الريح؟ إنني أرى قصورا فخمة وحدائق غناء، هيا بنا نحلق فوقها لنعرف ما فيها. بكار، ما هذا يا بساط الريح؟ إنني أرى قصورا فخمة وحدائق غناء، هيا بنا نحلق فوقها لنعرف ما فيها. نذهب إلى الكلمة ومعناها. نريد أن نعرف معنى كلمة فخمة ومعنى كلمة غناء ومعنى كلمة محلق. فخمة بمعنى عظيمة، غناء بمعنى كثيرة الشجر، نحلق بمعنى نطير. ثم نذهب بعد ذلك إلى الكلمة حتى نعلم مضادها. نريد أن نعلم مضاد كلمة فخمة ومضاد كلمة محلق ومضاد كلمة فوقها. فخمة مضادها حقيرة، نحلق مضادها نهبط، فوقها مضادها تحتها. ثم نذهب إلى الكلمة، بعض الكلمات المفردة، بعض الكلمات الجمع، حتى نأتي بمفردها. كلمة قصورا وكلمة حدائق، مفرد كلمة قصورا قصر، ومفرد كلمة حدائق حديقة. ثم نذهب إلى المناقشة، وكما تعودنا أيضا علينا أن نقرأ الفقرة قراءة صحيحة قبل الإجابة على الأسئلة المطروحة حتى نستطيع أن نجيب إجابة صحيحة. نقرأ معا هذه الفقرة. بكار، ما هذا يا بساط الريح؟ إنني أرى قصورا فخمة وحدائق غناء، هيا بنا نحلق فوقها لنعرف ما فيها. السؤال الأول: استخرج من الفقرة أسلوب استفهام. استخرج من الفقرة أسلوب استفهام. الإجابة: ما هذا يا بساط الريح؟ السؤال الثاني، وهو: استخرج من الفقرة أسلوب نداء. الإجابة: يا بساط الريح. نذهب إلى السؤال الثالث، وهو: ماذا رأى بكار من خلال فهمك للفقرة؟ السؤال الثالث: ماذا رأى بكار من خلال فهمك للفقرة؟ الإجابة: رأى قصورا فخمة وحدائق غناء. رأى قصورا فخمة وحدائق غناء. نذهب إلى السؤال الرابع: ماذا طلب بكار من بساط الريح ولماذا؟ ماذا طلب بكار من بساط الريح ولماذا؟ طلب الإجابة: أن يطير فوقها ليعرف ما فيها. طلب بكار من بساط الريح ولماذا؟ أن يطير فوقها ليعرف ما فيها. ثم نذهب إلى الفقرة الخامسة ونقرأ معا هذه الفقرة فنقول: هذا قصر المنتزه يطل على شاطئ البحر، إنني أشاهد أشجارا وأحواض ظهور وحدائق واسعة كلها بنيت على الطراز الإسلامي.
انظر يا بساط الريح، هذا قصر آخر يقع وسط حدائق خلابة تنتشر حوله تماثيل، وذلك قصر رأس التين. نقرأ الفقرة مرة ثانية فنقول: هذا قصر منتزه يطل على شاطئ البحر، إنني أشاهد أشجارا وأحواض ظهور وحدائق واسعة كلها بنيت على الطراز الإسلامي. انظر يا بساط الريح، هذا قصر آخر يقع وسط حدائق خلابة تنتشر حوله تماثيل، وذلك قصر رأس التين. نذهب إلى بعض الكلمات حتى نأتي بمعناها، معنى كلمة يطل وكلمة الطراز وكلمة خلابة. يطل بمعنى يقع، الطراز بمعنى الشكل، خلابة بمعنى جميلة. ثم نذهب إلى بعض الكلمات حتى نأتي بمضادها، معنى كلمة مضاد كلمة واسعة ومضاد كلمة بنيت. واسعة مضادها ضيقة، بنيت مضادها هدمت. ثم نذهب إلى بعض الكلمات المفردة حتى نأتي بجمعها، معنى كلمة قصر ومعنى كلمة الطراز. قصر كلمة مفردة جمعها قصور، الطراز كلمة مفردة جمعها أطرزة. ثم نذهب إلى بعض الكلمات الجمع حتى نأتي بمفردها، معنى كلمة أحواض ومعنى كلمة ظهور ومعنى كلمة تماثيل. هذه الكلمات جمع، نريد أن نأتي بمفرد كل كلمة من هذه الكلمات. أحواض مفردها حوض، وظهور مفردها زهرة، تماثيل مفردها تمثال. ثم نذهب إلى المناقشة، وكما تعودنا قبل أن نطرح الأسئلة ونجيب عليها، لا بد علينا أن نقرأ الفقرة قراءة صحيحة. فنقول: هذا قصر المنتزه يطل على شاطئ البحر، إنني أشاهد أشجارا وأحواض وظهور وحدائق واسعة كلها بنيت على الطراز الإسلامي. انظر يا بساط الريح، هذا قصر آخر يقع وسط حدائق خلابة تنتشر حوله تماثيل، وذلك قصر رأس التين. نذهب إلى السؤال الأول، وهو: أين يقع قصر المنتزه؟ الإجابة: يقع قصر المنتزه على شاطئ البحر، السؤال مرة ثانية: أين يقع قصر المنتزه؟ الإجابة: يقع قصر المنتزه على شاطئ البحر. نذهب إلى السؤال الثاني، وهو: على أي شكل بنيت أحواض الظهور والحدائق الواسعة؟ السؤال: على أي شكل بنيت أحواض الظهور والحدائق الواسعة؟ الإجابة: بنيت أحواض الظهور والحدائق الواسعة على الطراز الإسلامي. الإجابة مرة أخرى: بنيت أحواض
الظهور وأحواض الظهور والحدائق الواسعة على الطراز الإسلامي. نذهب إلى السؤال الثالث، وهو أين يقع قصر رأس التين؟ الإجابة: يقع قصر رأس التين حول حدائق خلابة فتنتشر حوله تماثيل. ثم نذهب إلى الفقرة السادسة، وهي بساط الريح. إنني أرى كنائس. هذه كاتدرائية الكرازة المرقسية في محطة الرمل، بناها أحد تلامذة السيد المسيح، وهذه كنائس أخرى ومساجد كثيرة، وهذا مسجد سيدي أبي العباس، وهذا مسجد سيدي أبي العباس، وهذه مئذنته الشاهقة الارتفاع وقبابه الأربع، وهذا مسجد الإمام البوسيري، وهذه مساجد أخرى. حقا إن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط. هذه بعض الصور التي نراها أمامنا من بعض الكنائس والمساجد التي جاءت في كتابنا. ثم نذهب إلى الكلمة ومعناها. نريد أن نعرف معنى كلمة مئذنته ومعنى كلمة قبابه. المئذنة هي بناء مرتفع، القبة معناها بناء مستدير. ثم نذهب إلى الكلمات المفردة حتى نأتي بجمعها. معنى جمع كلمة مسجد، مسجد جمعها مساجد. ثم نذهب إلى الكلمة الجمع حتى نأتي بمفردها. نريد أن نعرف مفرد كلمة كنائس، مفردها كنيسة. ثم نذهب إلى المناقشة. نقرأ الفقرة كما تعودنا مرة ثانية قبل أن نجيب على الأسئلة المطروحة حتى نستطيع الإجابة الصحيحة. نقرأ معا هذه الفقرة فنقول: بساط الريح. إنني أرى كنائس. هذه كاتدرائية الكرازة المرقسية في محطة الرمل، بناها أحد تلامذة السيد المسيح، وهذه كنائس أخرى ومساجد كثيرة، وهذا مسجد سيدي أبي العباس، وهذه مئذنته الشاهقة الارتفاع وقبابه الأربع، وهذا مسجد الإمام البوسيري، وهذه مساجد أخرى. حقا إن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط. السؤال الأول، وهو: من الذي بنى كنيسة كاتدرائية الكرازة المرقسية؟ الإجابة: بناها أحد تلامذة السيد المسيح. إلى هنا أبنائي الأعزاء نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، سائلين المولى عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وعلى إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.